للأسف الشديد يعني لم يكن هنالك تعاطي منصف ونزيه مع تطورات الأوضاع على مستوى الصحراء المغربية. ينبغي أن نشير أولا إلى أن مجلس الأمن في قراره الأخير حول قضية الصحراء كان صريح في الإشادة بالجهود المبذولة من قبل المغرب في مجال حقوق الإنسان، وخاصة على مستوى إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إحداث اللجان الجهوية، أيضا السماح للآليات الأممية المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني مثلا بقضايا التعذيب خوان مانديز الذي زار منطقة الأقاليم الجنوبية والمناطق الصحراوية في جنوب المغرب، وتمكن من أن يرصد ما تحقق وأن يطرح أيضا مقترحاته وتوصياته بخصوص المستقبل. المهم أن هنالك سياسة وطنية للنهوض بحقوق الإنسان على مستوى الصحراء. هذه السياسة تستند على رصيد من بين عناصره هي رصيد هيئة الإنصاف والمصالحة التي اشتغلت على أزيد من 5000 ملف يتعلق بقضايا حقوق الإنسان في الماضي، كما اشتغلت على منح تعويضات لجبر الضرر الفردي تجاوزت أو قدرت قيمتها بحوالي 72 مليون دولار. في نفس الوقت ينبغي الإشارة إلى أن هنالك عدد من المعطيات التي جرى إيرادها في الندوة وهي غير صحيحة، مثلا قضية المستعمرة الأخيرة. الأمم المتحدة كل قرارات مجلس الأمن لم يسبق لها أن قالت بأن الصحراء مستعمرة، بل على العكس الأمين العام للأمم المتحدة السابق في 2001 وفي 2003 قال بأن المغرب هو السلطة الإدارية في الصحراء. لكن ألا تعتقد الشيخ الخلفي بأن هناك أن المغرب يمنع بعض الصحفيين من زيارة الصحراء، وبالتالي غياب الموقف المغربي قد يؤدي إلى وجود موقف واحد وهو موقف جبهة البوليزاريو وموقف الصحراويين المعارضين لوجود المغرب في الصحراء؟ الذي حصل هو أن المغرب ينتهج سياسة الانفتاح تجاه الصحفيين الذين يرغبون في زيارة المنطقة. السنة الماضية أزيد من 22 بعثة دولية قامت بزيارة الأقاليم الصحراوية. الأهم وهو أن ما نعاني منه هو عدم الإشارة إلى ما يقع من انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف. مثلا منظمة هيومن رايت ووتش في 2008 دجنبير أشارت لقضية الرق وقدمت أدلة عليها. للأسف المقالات الصحفية التي صدرت من يعني بعضها لم يشير لهذه القضية أثناء النقاش. أيضا قضية منع النشطاء عبروا عن مواقف معارضة لقيادة البوليزاريو من العودة إلى المخيمات، حالة مثلا يعني مصطفى والسلمة أو حالة الفنان النجم القارح. يعني هنالك مؤشرات عن وجود انتهاكات حقوق الإنسان، للأسف لا يقع انتباه إليه.